أهلا بكم. وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، الحرب الأكثر دموية في التاريخ، أكثر من 60 مليون قتيل وقنبلتان نوويتان. بعدها بحثت مجموعة من العلماء في معايير تعطي دلالات ومؤشرات حول مدى اقتراب العالم من كارثة عالمية كفيلة بتدميره، فأنشأت ساعة رمزية ليوم القيامة عام 1947 من خلال مجلس إدارة مجلة علماء الذرة التابعة لجامعة شيكاغو، ومن بينهم 16 عالماً فازوا بجوائز نوبل يقررون تحريك عقرب الدقائق يدوياً بحسب توقعاتهم لكوارث يمكن أن تجعل نهاية العالم وشيكا. فوصول عقارب الساعة إلى منتصف الليل يعني قيام حرب نووية تفني البشرية. في البداية كانت الساعة مضبوطة عند 7 دقائق قبل منتصف الليل، وتغيرت 23 مرة حتى الآن، وبدأ تحريكها دقيقتين عام 1953 إلى 17 دقيقة قبل منتصف الليل عام 1991 مع انتهاء الحرب الباردة، وتحركت دقيقتين كاملتين آخر مرة عام 2015 على إثر مخاوف بوقوع حرب نووية نتيجة برنامج كوريا الشمالية النووي والخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا والتوترات حول العالم وغيرها من العوامل. وفي العام 2018 حرك العلماء عقارب الساعة نصف دقيقة للأمام قائلين إن العالم أقرب ما يكون للفناء نتيجة رد الفعل الهزيل لزعماء العالم تجاه المخاطر من نشوب حرب نووية. ساعة يوم القيامة دي بتتغير حسب المخاطر العالمية، وفي 23 يناير اللي فات العلماء أعادوا ضبط ساعة القيامة بناء على عوامل مختلفة أبرزها الحروب النووية والتغير المناخي، وقالوا في نشرة علماء الذرة إن 100 ثانية فقط بتفصلنا عن منتصف الليل في الساعة اللي بترمز مجازا لنهاية العالم. رئيسة النشرة راشيل برانسون قالت في بيان 100 ثانية تفصلنا عن منتصف الليل، نحن نقترب من نهاية العالم. الست برونسون بتقولك ثوان فقط وليست ساعات او حتى دقائق، فتسألني سؤال وتقولي طب ايه هي العوامل اللي بتحدد مدى قربنا من منتصف الليل؟ اقولك برونسون ركزت في اجابتها امام المختصين بطريقة مباشرة تهديد الاسلحة النووية وتغير المناخ، لان لما انشأوا الساعة دي سنة 1947 كان اكبر تهديد للبشرية هو الحرب النووية، ساعتها كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بيتسابقوا في التسلح النووي. في 2007 اضافوا عوامل جديدة لتقديم الساعة والاقتراب من منتصف الليل زي ايه؟ التغير المناخي مثلا. وفي السنوات الاخيرة بدأت لجنة نشرة العلماء في النظر لحاجة جديدة سموها ايه؟ التقنيات التخريبية، وبتضم حاجات كتير جدا منها مثلا الذكاء الاصطناعي، تحرير الجينات، والمعلومات المزيفة. بس هيفضل التغير المناخي والتهديد النووي هم الأساس، لكن النشرة أضافت التدخلات الإلكترونية والأخبار المزيفة كعامل مساعد للتهديد، حاجات كده يعني شوية سلطات عشان ندمر الكون، لأن العلماء شافوا أن بيئة المعلومات أصبحت معقدة وصعبة بشكل يصعب فيه فصل الحقيقة عن الخيال. في 2018 الساعة بقت عند 11:58، يعني كان فاضل بالظبط دقيقتين على منتصف الليل والعالم ينتهي، وفضلت كده لحد 2019 وبدأ التهديد يتزايد. امتى؟ لما كوريا بدأت بقى ايه تشتغل على البرنامج النووي، وكمان ايران وطموحها في تخصيب اليورانيوم. وبالنسبة لتغير المناخ كان 2019 هو تاني اكتر الاعوام حرارة على الاطلاق، ده وفقا لوكالة ناسا. فتغير المناخ زاد من نطاق الكوارث الطبيعية وتأثيرها زي الحرائق والفيضانات. وطبعا مع نهاية 2019 وبداية 2020 شفنا حرائق غابات استراليا اللي استمرت شهور. هتيجي تقولي طب انا اعمل ايه كمواطن بسيط عايش على ظهر هذا الكوكب؟ اقولك ان هدف النشرة دي مش ان هم يستخدموا الساعة دي عشان يخوفونا مثلا، لكن عشان يخلوا الناس يتكلموا عن المشاكل الحقيقية اللي بتهددهم. الست برونسون قالت ايه؟ ما نحاول القيام به هو اعطاء الجمهور القدرة على التحدث عن حالة الامن النووي والضغط على قادتهم ولفت انتباههم، يعني اتكلموا عبروا عن رأيكم. عارفين المشكلة فين؟ ان العالم مش قادر يربط بين القول والفعل للحد مثلا من الانبعاثات الحرارية اللي بتزيد يوم بعد يوم، او البرامج النووية، كله بيصرح لكن محدش بينفذ. وكمان العجز قدام الكم الهائل من الاخبار المزيفة اللي بتنتشر على السوشيال ميديا وفي الاعلام اللي انا وانت احيانا بنشارك في نشرها.
كله بيصرح وكله بينظر لكن محدش بيعمل حاجة، محدش بياخد قرار، طول ما كل واحد فينا شايف نفسه الملاك والباقي شياطين هنوصل للنهاية بسرعة جدا. ياريت كل واحد فينا يبدأ بنفسه، وأضعف الإيمان ما تشاركش على الأقل في نشر معلومة غلط أو خبر متفبرك. واستنونا الحلقة الجاية.